سلام، اليوم أنا موجود في أكثر الأماكن محظورة في العالم، موجود في تشيرنوبيل، تعالوا نستكشفها سوا، يلا. في عام 1986 حصلت أسوأ كارثة نووية في العالم لما انفجر المفاعل رقم 4 في محطة توليد الطاقة في تشيرنوبيل، وسببها أدى لانفلات الإشعاع من الطاقة النووية وتلوث الجو، واضطروا إنه يخرجوا السكان براديوس 30 كيلومتر من المنطقة بسبب خطورة الإشعاع. أنا حاليا موجود في مدينة بريبيات اللي بتبعد عن مكان المفاعل حوالي 2 كيلومتر. مدينة بريبيات كان يسكنها 50,000 مواطن. طبعا المدينة اليوم مفيش فيها سكان، مهجورة زي مدينة الأشباح. أنا حاليا موجود في الساحة المركزية للمدينة، تخيلوا هين كان الساحة المركزية وسط البلد. الفندق اللي قبلنا ما كانش لحد له حظ يسكن فيه لأنه كانت التاريخ الافتتاحية تبعته بعد الحصول كارثي بخمسة أيام، فالفندق ظل زي ما هو ما حداش فاته. أنا حالياً بمشي بالشوارع الرئيسية للمدينة، زي ما بتشوفوا الأسفلت مبين بالصورة، بس بسبب إنه المدينة مهجورة الشجر ماخذ مكان الشوارع والبنايات. هذا المبنى كان لمحطة شرطة في بريبيات. هنا كان في السابق سوبر ماركت. أنا ما بتجول بوسط غابي أو حرش، إنما بوسط المدينة. هنا كان البنايات، بس الشجر استولى على كل شيء. بعد ما هجروا المدينة الناس لأكثر من 35 سنة، منشوف بكل محل الطبيعة رجعت استولت على المحل، على المكان، والبنايات والشوارع كلها مغطية بالشجر وبنباتات. موجودنا حاليا في بارك الملاهي لمدينة بريبيات. فتت على واحد من الأبنية جوا، شوفوا من الداخل. رح أجرب أفوت واحد من الشقق. Thank you.
ممنوع انه هو يفوت على البنايات، لانه هاي يبني متهالكه. في قسم من البنايات في بريبيات بلش ينهار بسبب انه ما عم يعملولهاش صيانه من سنين. طلعت على واحد من الأسطح البنايات علشان أصور المنظر من فوق. هاي المدينة، مدينة بريبيات. فاضي. هاي كوبة المفاعل. طلعوا قديش قريب من المدينة، حوالي 3 كيلومتر منها. شايفين التشقق في جدار البناية؟ لهذا السبب الصعود للبنايات هو خطير جداً. هنا كانت واحدة من رياض الأطفال، زي انتوا شايفين لعبهم بعدها موجودة، كراسي. التخوت اللي كانوا ناموا عليها بعدها موجودة. هاي الخزاين تبعتهم تبع الأطفال، شايفين بعد فيه لوحديهم. شوي من الألعاب بعد موجودة. أنا موجود حالياً في ساحة ملعب كرة قدم للمدينة، مش متوقع من الملعب غير شوية المدرج. Никогда. У нас чтоб ветер сюда. Вот у нас не было сюда радиации, у Киеве больше скажи, радиации, чем тут было. بعد ما هجروا المنطقة حوالي 180 ألف مواطن اللي كانوا يسكنوا هاي المنطقة، ظل حوالي 2000 شخص اللي هم كبار في العمر، واحد منهم هاي الختيارة اللي أنا موجود عندها، ساكنين لحالهم تقريبا في هاي المنطقة النائية. فيش هنا خدمات طبعا، هنا الأكل اللي هم بزرعوه زي ما شايفين الحديقة اللي قدامنا، كل شيء يعني من هنا بيجي من الطبيعة. إذا بيعوزوا إشي من المدينة والهاي بتحتاج حوالي 60 كيلومتر أقرب نقطة عليهم. المعلومة اللي بجهلها كثير عن كارثة تشيرنوبل، كارثة تشيرنوبل أدت لتهجير مدينتين وحوالي 200 قرية اللي أسماءها موجودة على اللافتات حوالي.